أدانت مصر التفجير الإرهابي المشين الذي استهدف كنيسة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي راح ضحيته عشرات القتلى والمصابين. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن مصر قدمت التعازي والمواساة لحكومة وشعب كونغو الشقيقة، وخالص التعازي لذوي الضحايا، معربة عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. كما أكدت مصر على تضامنها الكامل مع جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة في مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها.